أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن جموع المصريين خرجت في 30 يونيو ضد جماعات الشر التي أرادت اختطاف هوية الوطن. وفي مستهل جلسة اليوم أكد المستشار عبد الرازق أن الجيش انحاز لشعبه واستجاب لإرادته، فحمى الله بهذا مصر من الفتن لتبدأ عهدا جديدا من التنمية والازدهار. لازلنا نحتفل بذكرى غالية علينا جميعا، ذكرى ثورة 30 يونيو التي انتفضت فيها جموع الشعب ضد جماعات الشر التي أرادت اختطاف الوطن وطمس هويته، فخرجت الملايين من النساء والشيوخ والشباب متمسكين بالأمل ومستظلين بأعلام الوطن، رافضين للاستبداد والأيمنة، مدافعين عن المبادئ والقيم المصرية الأصيلة. فانحاز الجيش لشعبه واستجاب لإرادته، فحمى الله بهذا مصر من الفتن لتبدأ مصر عهدا جديدا من التنمية والازدهار. لم ولن تتوقف قوى الشر المعادية لمصر عن محاولات إنفاذ مخططاتها الرامية إلى إضعاف هذا الوطن وتفتيته. لذا وجب علينا جميعا أن نكون دائما واعين لذلك، مستمسكين بوحدتنا، مستجمعين قوتنا خلف قيادتنا من أجل مزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار لهذا الوطن. حفظ الله مصر ووفق قائدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما فيه خير وعزة للوطن والمواطنين.